تعالوا بقى نروح لبعثة الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي اللي وصلت بسلامة الله لدولة الإمارات العربية الشقيقة بالأمس، طبعا استعدادا لخوض معسكر الإعداد للمرحلة المقبلة إن شاء الله. وعايزين برضو نعرف حضراتكم إن شاء الله هيتخلل هذا المعسكر إقامة مباراتين وديتين كإعداد لكل اللاعبين. تعالوا نتعرف على كل التفاصيل بقى المتعلقة بهذا الملف من خلال مراسلنا وزميلنا العزيز المتواجد في دولة الإمارات الشقيقة فاروق صلاح. فاروق، صباح الفل عليك وأهلا بيك معانا في 10 الصبح في الأهلي. بصب عليك يا كريم، وبصب على كل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، من هنا من الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد إمارة عجمان، مقر إقامة فريق للنادي الأهلي. وزي ما انت قلت يا كريم، احنا كلمة ألف مبروك سمعناها كتير، وده بيشيلك مسؤولية، مسؤولية التحضير والاستعداد للفترات القادمة. انت أي بطولة بتدخلها انت مطالب بتحقيق المركز الأول، مطالب بتحقيق البطولة، ده بيتطلب منك طبعا ضرورة الاستعداد الجيد. لذلك طبعا النادي الأهلي ومسؤولي النادي الأهلي والجهاز الفني تقرر طبعا إقامة معسكر للنادي الأهلي في الإمارات وبالتحديد في إمارة عجمان، من أجل طبعا الاستكمال الفترة القادمة سواء في المشوار الإفريقي الدفاع عن اللقب وايضا بطوله الدوري والدفاع عن اللقب، كلها امور مهمه جدا. بالامس كان اليوم الاول لفريق النادي الاهلي هنا في اماره عجمان، يعني بدون الخلود للراحه، كان الوصول طبعا الى مطار دبي ثم استقلال الحافله والوصول الى اماره عجمان، يعني اللي تقدر تقول فتره راحه من رحله الطيران يعني استمرت لساعتين، يعني من بعد وصولنا الى اماره عجمان حصل لعيبه بس على ساعتين يا دوب تسكين الغرف وكل لاعب في غرفته. بعد ساعتين كان انطلاق تدريب فريق الاهلي الاول في اماره عجمان هنا على ملاعب نادي الشرطه. تدريب من اليوم الاول يا كريم تقدر تقول يعني بيغلب عليه الجديه اللي عند كل اللاعبين، اللعيبه كلها بتحاول تستغل هذه الفرصه، سواء اللعيبه الناشئين اللي اكيد هستفيد معاهم معاك في الكلام عنهم، وايضا بتغيب عن المشاركة في الفترة الأخيرة. في بعض الملامح اللي تقدر تقول عليها كريم من التدريب الأول للنادي الأهلي بتبان، يعني بالأمس تشوف أنتوني موديست. طبعا يا كريم انت عارف أنتوني موديست يعني كان صاحب فوز او هدف فوز النادي الاهلي على فريق مودرن فيوتشر في مباراه السوبر، الهدف ده فرق كتير جدا مع أنتوني موديست في العلاقه مع اللاعبين في الحاله النفسيه، واحد من اللعيبه اللي شايفه بشكل مختلف تماما في تدريبات النادي الاهلي، ايضا اللعيبه الناشئين. وهنا يا كريم عايز اقف برضو يعني من خلالك برضو ان انا اعرف جماهير النادي الاهلي عدد اللعيبه الناشئين طبعا الموجودين في معانا في معسكر فريق النادي الاهلي، ونقول برضو مراكزهم واعمارهم السنيه. خليني اقول لك ان احنا معانا 10 لاعبين طبعا من قطاع الناشئين في النادي الاهلي، طبعا لظروف تواجد عدد كبير من لاعبي النادي الاهلي، 8 لاعبين من النادي الاهلي مع المنتخب المصري الاول، موجود اليو ديانج مع منتخب مالي، بيرستاو مع منتخب جنوب افريقيا، وعلي معلول مع منتخب تونس. النادي الاهلي هو اكثر يعني الانديه اللي بتمثل عدد كبير جدا منه من اللاعبين في المنتخبات الوطنيه، الى جانب وجود عدد من اللاعبين طبعا مع المنتخب الاولمبي اللي بيخوض ايضا معسكر اعداد هنا في الامارات، طبعا وجود حمزه علاء وكريم الدبيس، عدد من اللعيبه المهمه جدا في تشكيل النادي الاهلي. لو نستعرض اللعيبه الناشئين يا كريم، عندنا في مركز حراسه المرمى اللاعب او الحارس حازم جمال، وده حارس مرمى مواليد 2005. في مركز قلب الدفاع او خط الدفاع اللاعب احمد عبدين، وده اصغر لاعب في معسكر اعداد النادي الاهلي، لاعب قلب دفاع مواليد 2006، معتز محمد 2005 قلب دفاع، وايضا ابراهيم عبد الحكيم يعني لاعب خط الدفاع فريق مواليد 2003. في مركز الظهير الايسر عندنا اللاعب مازن اسامه مواليد 2003 واسلام عبد الله مواليد ايضا 2003. عندنا في منتصف الملعب 4 لاعبين من اللعيبه المميزه جدا، سواء يوسف سيد عبد الحفيظ وده لاعب مواليد 2005، عندنا اللاعب فارس خالد مواليد 2005، احمد طعيمه مواليد 2003، واللاعب مصطفى ابو الخير لاعب مواليد 2004. مجموعه من العناصر المميزه اللي مستر كولر الكابتن خالد بيبو اتكلم مع اللاعبين قال لهم ضروره استغلال هذه الفرصه، الفرصه يعني لما تكون في نادي بحجم وقيمه النادي الاهلي الفرصه بتيجي قليله، لذلك عليك ان انت تتمسك بالفرصه. شايفين يعني روح كبيره جدا من لاعبي النادي الاهلي خاصه كباتن فريق النادي الاهلي اللي يعني قفشه على الطائره
القاهره او يعني خلال رحله الطيران مجمع اللعيبه الناشئين عمال ينصح يدي نصايح مهمه جدا. حلقه التواصل اللي دايما يا كريم بتقول في امور انت ما بتشوفهاش غير في النادي الاهلي، لما تلاقي الكابتن قفشه مع اللعيبه مع يوسف سيد عبد الحفيظ مع حازم جمال مع احمد عابدين مع معتز بيدي نصايح للاعبين، الكابتن عمرو السوليه والكابتن رامي ربيعه طاهر محمد طاهر كلامهم مع اللاعبين، يعني ما تحسش ان اللاعب ده ناشئ، لا اللاعب ده اكنه بيلعب مع الفريق الاول او متواجد مع النادي الاهلي في الفترات السابقه. فدي من الامور المهمه جدا والمميزه اللي دخلت سريعا اللاعبين في الاجواء. الامس مستر كولر طبعا يعني ابتدى التدريب بجانب بدني مع تيتسان اندويا مخطط احمال النادي الاهلي، ثم بقى الجوانب الخططيه، واختتم المرام بتقسيمه قويه تالق فيها كل اللاعبين. تقدر تقول من يعني من الامور اللي احنا ايضا لمسنا حاله التالق اللي شايفين عليها اللاعب محمد كريستو، يعني كريستو واحد من اللعيبه اللي عاد من الاصابه ظهر امس بشكل مميز جدا، طاهر محمد طاهر اللي بيظهر بشكل اكثر من مميز، وسام ابو علي، وعايز اقف عند وسام ابو علي واحد من اللعيبه اللي خلاص يعني انضم للنادي الاهلي مؤخرا، يعني تقدر تقول سريعا دخل في الاجواء بالامس، يعني تالق مصطفى شوبير وانقذ يعني اكثر من هدف محقق من وسام ابو علي في التقسيمه الاخيره. انتوني مودست وعلاقته مع وسام ابو علي واللي يعني حاله يعني بيبقى فيه يعني جانب كده من المداعبه ما بين اللاعبين، ويعني رغم ان هم بيلعبوا في مركز واحد ولكن روح مهمه جدا ومميزه جدا لفريق النادي الاهلي. طبعا يومنا النهارده بقى كريم احنا بادئينه معاك من بدري هنا يعني في برنامج 10 الصبح في الاهلي، هيكون عندنا تدريب النهارده الفريق النادي الاهلي في تمام الساعه الرابعه بتوقيت الامارات الساعه الثانيه بتوقيت القاهره. طبعا مستر كولر يعني منظم شويه موضوع التدريبات يكون في وقت مناسب ايضا للاعبين، على يعني بيدي فرصه اكتر للاعبين اللي عايزين يتابعوا مباريات الكاس الامم الافريقيه. طبعا بالامس كان اللاعبين بتتفرج على مباراه تونس ومنتخب مالي، تعاطف كبير جدا طبعا يعني انت ما بين امرين تتعاطف مع ديانج او تتعاطف مع علي معلول. طبعا ياسين المكاري محلل اداء النادي الاهلي طبعا يعني كان احد كبار مشجعين طبعا بحكم طبعا انه يعني يعني لاعب من لاعبي فريق النادي الافريقي التونسي وصاحب الجنسيه التونسيه. طبعا بالامس كان يعني كله يعني بشغف كبير جدا مستني هدف يكون لفريق لمنتخب تونس، لكن المباراه انتهت بالتعادل. تقدر تقول الاجواء مميزه جدا يا كريم، انت بتتكلم هنا كمان في درجه حراره 27 درجه مئويه، اعتقد يعني التوقيت في هذا التوقيت درجه حراره مميزه جدا، كل الاجواء بقى وكل الظروف طبعا يا كريم مع الحاله المعنويه للاعبين ان شاء الله يكون ليها مردود خلال الفتره القادمه. طبعا يا كريم انا موجود معاك بقى، اي استفسار اي تساؤل عايز من خلالك من يعني من خلال برنامج 10 الصبح نرد يعني نوصل للجمهور ونقول للجمهور كل التساؤلات اللي بتدور في اذهان الجماهير. والله بص هو كالعاده فاروق وده الحلو في حالتك وفي حاله كريم وفي حاله كل الزملاء والزميلات من المراسلين والمراسلات، ما فيش مساحة لأسئلة لأن أنتم بسم الله ما شاء الله دايما رسائلكم كافية ووافية وبتحمل كل يعني ما يتبادر لذهن أي حد. أنا شخصيا وأنا قاعد بسمعك قاعد برقاد لك أقول طب عايز أسأله عن كذا ألاقيك بتجاوب بشكل ضمني. بس أنت ما قلتناش كريستو وضعه إيه أثناء متابعة اللقاء بتاع إمبارح؟ هو كريستو برضه أنت فاهم تونس يعني خلينا بالظبط. عايز اقول لك ان كريستو كريم طبعا لعيب من اللي كان غايب من الفتره الاخيره نظرا لظروف الاصابه. بالامس كريستو يعني في التقسيمه الاخيره ظهر بشكل مميز جدا وشكل لافت للنظر، كلام كتير جدا بعض الاخبار اللي بتتداول على السوشيال ميديا عن كريستو ورحيل كريستو الكلام ده غير صحيح بالمره، خليني اكد لك هذا الكلام. مستر مارسيل كولر اجتمع مع كريستو وقال له انت واحد من العناصر المهمه جدا الموجوده معايا، شايفين كريستو بعد عودته من الإصابة بيظهر بشكل مهم جدا بشكل مميز جدا، يعني تقدر تقول يعني الحالة المعنوية والدفعة المعنوية اللي اداها مستر كولر لكريستو. أعتقد كريستو واحد من اللعيبة اللي هيكون يعني عودته من الإصابة هتكون إضافة قوية جدا لفريق النادي الأهلي. خليني أقول لك أيضا على هامش المران واختتام المران، مستر كولر اجتمع كده يعني لمدة 5 دقايق مع كريم فؤاد بحضور خالد الجوادي، اتكلم مع كريم فؤاد في بعض الأمور الفنية اللي بيحتاجها منه في الشق الهجومي. يعني مستر كولر المشهد واقف بيشرح له يعني بالمشهد يعني زي ما احنا بنقول متابعين المشهد بكل التفاصيل، يعني بحركه الجسم يعني بالضروره شكل انهاء الهجمه يكون بالشكل ازاي. ايضا يعني اللي كان ليه نصيب ايضا من هذا الاجتماع وسام ابو علي اللي مستر كولر كان حريص جدا انه يشتغل معاه على ركلات الجزاء، واحد من اللعيبه ايضا اللي بيتميز بتسديد ركلات الجزاء هو وسام ابو علي. طبعا مستر مارسيل كولر بعد اختتام التدريب بيخصص بعض اللاعبين طبعا لتسديد ركلات الجزاء، طبعا يعني بتألق
تتألق فيها سواء بقى مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، حازم جمال، ولكن يعني عندك مجموعه من اللعبة مميزه جدا في تسديد ركلات الجزاء، طاهر محمد طاهر، محمد مجد أفشح، حسين الشحات، ووسام ابو علي، وايضا كريم فؤاد، المجموعه اللي كان اختارها بالامس مستر كولر طبعا لتسديد ركلات الجزاء. زي ما انت قلت كريم في مستهل كلامك ان شاء الله ان من المقرر خلاص، يعني اللي خليني اكد لك على هذا الامر، هتكون هناك مباراه وديه لفريق النادي الاهلي يوم 23 امام فريق الاخدود، ودي هتكون اولى المباريات الوديه. بالنسبه للمباراه الثانيه يعني جاري يعني ما بين يعني الامر اللي كان اعلن ان المباراه بتتقال يوم 27، خليني اكد لك خلال يعني الساعات القادمه يتم التنسيق والتاكيد هل المباراه تكون يوم 26 او يوم 27. خلال يعني بخلاف هذه الامور تقدر تقول كل الامور هنا يعني منظمه جدا. خليني برضو اشكر الشركه المنظمه لمعسكر النادي الاهلي اللي كانوا في استقبال بعثه فريق النادي الاهلي بالامس مع الكابتن سمير عدلي، يعني شركه 6 ياردز بقياده الاستاذ هشام مرزوق رئيس مجلس الاداره والاستاذ عمرو مرزوق، القايمين بدور اكثر من ممتاز طبعا مع الراعي الرسمي لمعسكر النادي الاهلي شركه لارز للتطوير العمراني، قايمين بدور يعني بيوفروا كل حاجه لبعثه فريق النادي الاهلي ولكل اللاعبين والجهاز الفني. ان شاء الله مردود هذا المعسكر يكون يعني بالشكل الايجابي ان شاء الله خلال الفتره القادمه باذن الله كريم، خاصه ان انت يعني ما عندكش رفاهيه اي امر انك يعني تلعب على مركز ثاني، انت هدفك كله المركز الاول، هترجع عندك بطوله افريقيا، عندك بعد كده كاس مصر، عندك بطوله الدوري، اعتقد بطولات كبيره جدا وتحديات كتيره جدا، عشان اقف معاك وتقف ونقف نتكلم يا كريم وتقول كلمه الف مبروك اتعودنا نقولها ولكن لسه ما شبعناش منها، وان شاء الله تستمر كلمه الف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. طبعا اكيد الاجواء عندك كلها ايجابيه وفي طاقه ايجابيه ماليه المكان، بس انا عايز اسالك على لما بتيجي سيره المنتخب ما بين لعيبه النادي الاهلي المتواجدين معاك في المعسكر، ايه اللي بيتقال؟ يعني خليني اقول لك برضو يا كريم في هذا السياق ان في تواصل مستمر جدا من لاعبي النادي الاهلي مع لاعبي النادي الاهلي اللي في المنتخب الوطني، يعني ايضا الكابتن خالد بيبو حريص ان هو يوميا يطمن على لاعبي النادي الاهلي، على اللعيبه ايضا على علي معلول، على بيرساتاو، على اليو ديانج، بيتكلم يوميا مع الكابتن محمد الشناوي يطمن من خلاله على حاله اللاعبين استعدادهم، بيحملوا رسائل اللاعبين ورسائل للجمهور ان احنا يعني بنثق فيكم، مستنيين منكم ان شاء الله الفوز على فريق كاب فيردي في المباراه الاخيره والصعود الى الدور ال 16. في تواصل طبعا انت عارف بقى في لعيبه يوميا يعني حسين الشحات، قفشه بيتكلموا على طول على تواصل مع كهربا، مع امام عاشور، بعض اللعيبه رامي ربيعه بيتكلم بيتواصل مع محمد عبد المنعم، مع ياسر ابراهيم، كابتن محمد الشناوي في تواصل من مصطفى شوبير مع الكابتن محمد الشناوي، كل اللاعبين هدفهم المنتخب مصر ان شاء الله والجميع عنده ثقه. مستر كولر يعني كان برضه في كلامه وبيثق جدا في منتخب مصر وواثق جدا ان فريق ان منتخب مصر يتجاوز مباراه كاب فيردي ويصعد للمرحله المقبله، وقال ان مصر تبقى دائما وابدا هي من الفرق المرشحه للبطوله، ده قدر منتخب مصر زي ما هو قدر النادي الاهلي، فريق الكبير دايما بيبقى هو يعني محطه انظار الجميع، كل الفرق بتيجي امام منتخب مصر عايزه ان هي تطمع انها تحقق نتيجه ايجابيه، لكن عنده ثقه كبيره جدا في منتخب مصر ان شاء الله انه يتجاوز هذه المرحله ويصل الى مرحله الدور يعني الدور الاقصائي او مرحله دور ال 16 باذن الله. هو ده الجزء اللي بتفهمش بقى، ده الجزء اللي يفرح ولا اللي يزعل؟ قيمة وقامة المنتخب المصري وتاريخ المنتخب المصري في هذه البطولة وتسيده للقارة الأفريقية، وده وضع لا يتماشى مع الأداء اللي شفناه في آخر ماتشين، لكن هنقول إيه؟ ربنا يصلح الحال. أنا بشكرك جزيل الشكر زميلنا العزيز فاروق صلاح المتواجد حاليا في دولة الإمارات العربية الشقيقة مع معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، شكرا جزيلا ليك يا فاروق.